سالم المسافري. هنا الدور دور المركز الرابع ووصول الأمزاح من هجة الرياسة، ويقودها أيضا المطوع راشد المخيط مجارح المري، هنا يتقدم بخبرة جميلة. نعود ونتابع معكم المركز اللي قادم من الجانب الآخر، قدم كما نتابع الشاهنية الأخرى من هجة الرياسة، ويقودها المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هذين الأربعة انفردا من البداية، أو الخمسة انفردا من البداية، بينما هنا أيضا ملاحقة أخرى من الشاهنية بنفس الشعار هجن الرياسة ونفس المضمر المستحيل راشد محمد بالسم المنصوري اللي دافع بأكثر من عتاد. نعود ونتابع مشاهدينا المركز السادس أو السابع، الوصول والقدوم هنا والتقدم كما نتابع مشاهدي الأعزاء. هلا وهلا بهلا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقود فهد بن حصين النعيمي بذكريات تضمير الناوي. هنا نعود مشاهدينا بهذا الأداء الجميل والمركز الثامن وبإمامًا. هناك الدخول من الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير في المركز الثامن. المركز التاسع وصلت شواهين من هجن الرياسة مع البروفيسور مع محمود محمد بن سالم الوهيبي. والمركز اللي قادم العاشر، هناك أيضا وصول من قبل هملولة لسمو محمد بن المربي مكتوم المكتوم، والقيادة والتضمير مع سعيد بن عبيد السبوسي. هذا النداء الأول، هذا النداء الأول لهذه البكار المنطلقة، البكار بكار المستقبل. أداء جميل مع سن اللقاية، ما شاء الله وتبارك الرحمن. الشاهنية بدأت تجر الشوط من الآن، الشاهنية هنا تتقدم، هنا تنطلق مع هجة الرياسة ومع بوذياد بن محمد بن سم المنصوري. في المركز الثاني تليها مباشرة بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يقودها عبد الله بن سالم المسافري. النقلة مع أمزاح من عمق الميدان متواجدة بشعار هجن الرياسة، ويقودها أيضا راشد المخيط بن مجارح المري. الشاهنية وصلت بدورها في المركز الرابع من هجن الرياسة مع راشد محمد بن سم المنصوري. وصلت شواهين من هجة الرياسة مع محمود محمد بن سالم الوهيبي. النقلة الأخرى والدخول من الجانب الدوني أو الجانب الآخر مشاهدينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع فهد بن حصين النعيمي. مشاهدينا هي هلا من الجانب الدوني أيضا الشاهنية وصلت واحتلت المركز السابع من هجة الرياسة مع بن محمد بن سم المنصوري. هنا الدور دور المركز الثامن أو التاسع، الوصول من قبل الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، وتضميرها يعود إلى سهيل بن سالم بن سهيل العامري. والعاشر وصلت شواهين من هجن الرياسة مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هذا هو النداء الثاني توالي. الله، الشوط جميل والشوط يذهب بقوة والشوط ينجر الآن كما نتابع الصدارة ومقدمة الشوط والمركز الأول. نعود للصدارة، نعود للأداء، نعود للشاهنية التي انطلقت وبدت بتباعد المسافة الكيلو الأخير، وانطلقت الشاهنية في أجواء الكيلو الأخير بقيادة المستحيل، بقيادة المستحيل راشد محمد بن سم المنصوري. يا الهواري أعطني الثانية، أعطني شواهين اللي قادمة بقوة مع الشعار الأحمر الخالص، ما شاء الله شعار هجة الرياسة، ويقودها البروفيسور محمود محمد بن سالم الوهيبي. أداء جميل. وصلت الشواهين الأخرى مشاهدينا لهجة الرياسة مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الرابعة الشاهنية من هجة الرياسة مع نعود المقدمة، نعود للشاهنية وشواهين الشاهنية وشواهين، وانطلقا انطلق البكار وبدلا ما شاء الله مرباح غير المرباح الأول. ما شاء الله، هنيا لمؤسسة هجة الرياسة، شكرا لمؤسسة هجة الرياسة من تقدم من هذه أيضا مشاهد الأعزاء البكارة الجميلة والأداء الجميل. وهذا الشعار هجة الرياسة مع الجماهير والشاهنية تنطلق إلى الأمام، الشاهنية بقيادة المستحيل. وصل الشواهين الأخرى، شواهين الأخرى ما شاء الله، هنا تتقدم لهجة الرياسة. البروفيسور بدأ يتقدم، بدأ ينطلق
يتفوق مع شواهين محمود محمد بن سالم الوهيبي. هذا هو البروفيسور، بدأ يتقدم خطف الأطوى والشوط يصعب امتارة. تهانينا لهد الرياسة وشكرا لهد الرياسة والبروفيسور محمود محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني الشاهينية من هد الرياسة، والمركز الثالث شواهين من هد الرياسة، المركز الرابع أمزح من هد الرياسة، المركز الخامس شواهين الأخرى من هد الرياسة. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، هكذا الشوط ينتهي. والكلمة الأخيرة والإعادة مع الهواري أبو طلعت. والشوط 7:32 وتوقيت. تهانينا لهجنة الرياسة وشكرا للبروفيسور محمود محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني 9:33 خمسة أجزاء من الثانية الشاهينية من هج الرياسة وشكرا المستحيل راشد محمد بالسم المنصوري. المركز الثالث اللي وصلت الآن شواهين الأخرى ب7:35 5 أجزاء من الثانية، شكرا لأيضا محمد محمود محمد بن سالم الوهيبي. يا مرحبا حي الركايب العالم.